فوائد عشبة السنمكي. تعتبر عشبة السنمكي في الأصل نباتاً مزهراً ينتمي إلى عائلة البقوليات، أوراقها استخدمت منذ آلاف السنين في الطب الصيني التقليدي. عشبة السنمكي تستخدم كملين طبيعي لاحتوائه على مركبات الجلوكوسيدات التي تساعد بشكل كبير في الحد من الإمساك. تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتساعد هذه العشبة في تقليل اضطرابات الجهاز الهضمي، ومنها تقوم بمعالجة الإمساك. ومركبات الجلوكوسيدات الموجودة في أوراق عشبة السنمكي تساعد في حدوث تقلصات، وتسبب زيادة حركة الأمعاء التي تساعد في التخلص من فضلات الطعام في وقت قصير يصل من 6 إلى 12 ساعة فقط من تناول الوجبة الغذائية. صادقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على اعتبار السنمكي دواء ملينا لا يحتاج لأي وصفة طبية لعلاج حالات الإمساك، كما يعمل على تطهير القولون، وتستخدم في الطب الصيني التقليدي لإزالة الحرارة المتراكمة في الأمعاء الغليظة، وتساعد في التخلص من المواد الغذائية المتكتلة في المعدة، وتستخدم كمطهر طبيعي قبل القيام بإجراء عملية تطهير وجراحة القولون. تساهم هذه العشبة بمعالجة البواسير، وتعمل على تقليل التورم، وتسهل في عملية التبرز في الحالات المرضية. تؤدي المركبات الموجودة في العشبة إلى فصل الأجزاء غير السكرية في القولون، مما يساعد على علاج الحركات في الجهاز المعوي، ويسرع من مرور الفضلات خارج الأمعاء. تعتبر عشبة السنمكي فعالة جداً في القيام بالتخفيف من الأعراض المرافقة لعسر الهضم مثل حرقة المعدة والغثيان، كما تعمل على تقليل تراكم الغازات المزعجة في المعدة، مما يؤدي إلى التقليل من الانتفاخ. أيضاً تخفف العشبة الوزن، لأنها تعتبر ملينًا قوياً يساهم في القضاء على الأطعمة الغير مهضومة في الأمعاء الغليظة، مما يساهم على زيادة فعالية عملية التمثيل الغذائي، الأمر الذي يؤدي إلى فقد الوزن. وأيضاً تساعد في تقليل نمو البكتيريا، حيث تمتلك الزيوت العطرية المستخلصة من العشبة خصائص مضادة للبكتيريا، حيث تمنع تكاثر البكتيريا، وبالأخص عند الإصابة بالالتهابات. وعند القيام بمضغ أوراق السنمكي تعالج التهابات الفم والتهاب اللثة.